السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي نوصل وصلة الـ USB 2 الامامي في اللوحة الام. اول حاجة هتفتح الكيسة، بعدين هنا في اللوحة الام عشان تبقى عارف المنافذ اللي هنوصل فيها الوصلة، بتلاقي فيه منفذ بالشكل ده كده بالظبط، وبيبقى مكتوب تحتيه F و USB وجنبها رقم المنفذ، والرقم ده بالتحديد بيعبر عن رقم المنفذ نفسه. يعني هنا USB 1 ده رقم، ده المنفذ الأولاني، USB 2 ده المنفذ الثاني، وفي بعض لوحات الأم بيبقى فيها برضو F USB 3 وده بيعبر عن المنفذ الثالث، وفي بعض برضو لوحات الأم ممكن تلاقي فيها المنفذ ده ولكن مكتوب في القاعدة بتاعة البنات نفسها كلمة USB. فانت عموما من الشكل ده كده انت عرفت شكل المنفذ اللي هنحط فيه الوصلة. هنا بقى انت بتلاقي عندك الوصلة دي وبيبقى مكتوب فيها USB، هي دي بتاعت ال USB الامامي، بتلاقي فيها فتحات بالشكل ده كده بالظبط، وبتلاقي فيه فتحة كده مسدودة، ولو خدت بالك كده برضو في المنفذ نفسه بتلاقي فيه بنات هي عادية، بس بتلاقي فيه كده زي بناية ملغية. فهنا انت هتطابق المكان المسدود اللي في الوصلة نفسها مع البناية الملغية في المنفذ نفسه بالشكل ده كده بالظبط، وكده خلاص اتركبت على طول معاك من غير اي مشكلة. وهكذا برضو لو عندك وصلات تانية هتبدأ انك تركبها بنفس الطريقة، وبس كده يبقى انت ركبتها على طول من غير اي مشكلة، وتقدر دلوقتي انك تقفل الكيسة وتبدأ انك تفتح الجهاز. ولو حطيت اي حاجة في المنافذ الـ USB الامامية هتلاقيها اشتغلت معاك ان شاء الله. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو وعرفنا مع بعض ازاي ان احنا نوصل وصلة الـ USB الامامي في اللوحة الام بسهولة. لو اي حد عنده سؤال يكتبه تحت في التعليقات وان شاء الله هرد عليه في اقرب وقت. السلام عليكم.